السلام عليكم حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي اليوم، شحال هادي من درت ما شفتوني دايره الحجاب ونصايبه الشعر. يلا غدا نمشي نصايب شعري. المهم دوش عليا بحال هكا عفاس كبر حالتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون عباره عن فلوغ، ولكن هذا الفلوغ غادي يكون زوين ان شاء الله. ديما كنقول لكم هذا الفلوغ غيكون زوين، والحمد لله انهم كيكونوا زوينين وكنفوج عليكم واحد شويه. فهذا الفلوغ غادي نحاول نعطيكم واحد الوصفه اللي زوينه وكلنا غادي تعجبنا، انا متاكده غادي تعجبكم، حقاش انا كنموت عليها. دونك حتى نتوما غادي توليو تموتوا عليها غصبا عنكم. نضحك معكم. اول حاجه غادي نمشي للصالون نصايب شعري. انا حقاش دوشت وخليته ما صايبتوش، يلا غنمشي نصايبو. ومن تما ان شاء الله غادي نديكم معايا البيم باش نتقداو. حقاش اليوم غادي نصايب تيراميسو، كلنا كنعرفوها، غير هو الطريقه اللي غنصايبها بها يعني طريقة مغايرة على تيراميسو الأصلية. فما نطوش عليكم وخليكم على فيديو. مهم حبابي، أنا جيت للدار ما صورتش لكم فاش خرجت، عتيجة بالله لقيت أسامة خويا قدام الباب، هو اللي اعتقلني بعد داني بالموتور. تقديت مشيت البيم، خديت البيسكوي اللي غادي نحتاج. دونك دابا من هادشي كامل نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه. غادي نحتاج 3 بيسكوي، ممكن الا كان عندكم مول صغير تقدروا ديروا غير جوج الباكيات ديال البيسكوي. انا هاد المره بغيت ندير الكاطو يكون كبير بزاف حقاش كنموت عليه، دونك داكشي علاش دوبلت المقادير. اما نتوما ديروا غير جوج بسكوي الا بغيتوها يعني طاقت عاليه تكون في المتناول. صافي انا غادي نحتاج 3 بسكوي، عندي نيسكويك هنا باش غادي ندردرو من الفوق ان شاء الله فاش نسالي. عندي 4 بيرلي، بالنسبه لكم نتوما غادي تحتاجوا غير 3 ولا يا ربي عندي 5 بيرلي ما ديروش عليا. نتوما غادي تحتاجوا غير 3 ولا 4 يعني ما تحتاجوش بزاف. بالنسبه للسكر كلاصي غادي نحتاجوا 100 غرام باش غادي نضيفوا ان شاء الله على القشطه الطريه اللي عندنا بدون سكر. هنا عندنا الطراب، يلا خديته جديد لحقاش كان خسر لي الطراب. فغادي نحتاج طبصيل هكا مربع باش نحط فيه ان شاء الله. هنا عندنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء، شديتهم غليتهم ودرت فيهم تقريبا سكره ونص، طوبه ديال السكر سكره ونص، وجوج ديال الساشيه ديال نيسكافي. بالنسبه للقشطه الطريه غادي نحتاجو ان شاء الله اترو بدون سكر، هذه عندي بدون سكر، دونك غادي نضيف عليها ان شاء الله 100 غرام ديال السكر. بالنسبه للقشطه خاصها تكون بارده ديال بصح، الكريم فريش ديما فاش نبغوا نطربوه خاصو يكون بارد، دونك انا خليتها واحد شويه في الثلاجه حتى بردات مزيان. دابا غنضيف عليها السكر ونطربها ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نبدا نطرب لا كريم فريش ديالنا، نحاول نطربها مزيان حتى تطلع. ديما بقاو طربوا لا كريم فريش حتى تقصح. انا ديما كنقول لكم ما حادقاش، ولكن الا جيتوني لي غاطو شي حاجه حلوه غتلقاوني انا الاولى فيها. لحقاش هادشي باش بديت في يوتيوب، وهادشي كنعرف ليه بزاف كنطير فيه. دونك نبداو على بركه الله وبسم الله. خالتي عزيزة وسلومة وتبارك الله. خالتي عزيزة ما شاء الله معلكة ومفلكة، فالمعلك ونفلك فالمعلك ونفلك خاصو ياكل داكشي مخمخ وزويون وفنيون بحالها. داكشي هي دابا ما عارفانيش غادي نصيب تيراميسو، خليتها جاية عندي في الطريق وخلعتها مزيان في التليفون. المهم قلت لها شي هضره
اللي خلعتها ديال بصح وقلت لها بابا نضرب مع ماما وبابا جرى على ماما من الدار جايه مخلوعه بعدا اخرجها منها وملي غتجي غتلقى لي كنصيب داكشي اللي كيعجبها صافي بغيت غير نضحكوا معاه شويه. دابا من بعد ما طربت لا كريم فريش ديالنا كيف ما كتشوفوا كنطربوا مزيان حتى كيولي بحال هكا انتم كيولي ثقيل. دابا غادي نزيد عليه ان شاء الله 5 بيرلي. انا غادي نشوف عيني ميزاني بانوا لي 4 كافيين نخلي 4 بان لي نقدر نزيد واحد راه غنزيدو على حسب باش ما تجراش لينا. نتوما ديما فاش بغاو ديروا دانون بقاو ديروا ولكن حاولوا ما تجراش ليكم حيت الا جرات ليكم ما يمكن ليكمش انكم ديروها صافي كتولي جاريه غادي تذوب ليكم. دونك حاولوا تعبروا وتقيسوا في نفس الوقت كيف ما غندير انا دابا ان شاء الله. شوفوا دابا كندير الدانون الرابع ما عرفتش واش نزيدو ولا لا. الثمن الكاسرونه اللي درت فيها ما بقاتش قاداني لحقاش تبارك الله الكميه اللي درت كثيره. انا غندير دابا الدانون الرابع عاد غادي ندوق ان شاء الله المذاق ديالو الا بان لي زعما عطى النكهه ديالو دونك ما غاداش نزيد. الا بان لي خاصني شي واحد شويه راه غنزيد. من بعد ما سالينا لا 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 كريم فريش ديالنا كناكلو شياطه لا حتى حاجه ما دير لا ويلك تبقى في الحال انا هادو نبقاو بحال هكا ما تبقى في الحال كندوزو لهم وحده وحده ندير لهم بحال هكا انا هادي ما تضيعش لا ويلي سمحي لي ما كايناش اللي ما كتاكلوش الكارط ايوا وهذوك الرجلين هذوك ديال الطرف لا الحشوم ها ناكلو انت ما تحسيو ولي 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 الحشوم لا الماء لا ها حشوم. دابا من بعد ما كليت وخا صراحه بقى في الحال هذا باقي معامرين ينغلو ولكن عاوتاني ما نزيدوش فيه لا واه اويلي ما نكونش انا مجوعفه عارفه راسي باقيره ولكن عاوتاني المهم ضرب وقيس. دابا غنمشي نغسل يدي مزيان ونغسل فمي باش ان شاء الله غادي نبداو نعمرو الكاطو ديالنا. انا يلاه درت دابا الطبقه الاولى وسقيتها غادي تشوفوا انني كنت في الاول دايراهم طول من بعد درتهم عرض علاش ملي فكرت في الاخر فاش غادي نبغي نهز المول غادي يبان داكشي في الجناب ماشي هو هذاك يعني غيبان هنا فرق وهنا فرق دونك داكشي علاش درت لهم هاد الطريقه باش يبان كله بحال بحال. دابا سقيتو كنتو كتشوفوني كنسقي وكنحط وحاولوا البنات تركزوا فاش تكونوا كتسقيو ما خاصكمش تسقيو نهائيا بزاف لحقاش ملي كتحطوا عليها لا كريم فريش ديجا كتولي رطبه وكتبدا تذوب شويه
دونك الا سقيتوها مزيان غادي تولي مفرته ديال بصح. حاولوا غير ديروا بحال هكا بلاتي نوري بحال هكا هكا وهزوا هانتوما غير على الخفيف. دابا غادي ناخذ لا كريم فريش غادي نديرو ان شاء الله ندير طبقه ديال لا كريم فريش باش ندوزو عاوتاني نديرو الطبقه ديال البسكوي. فبالنسبه لا كريم فريش صراحه غندير غير معلقه عاديه ما عنديش ديك شنو كيقولوا لها هذيك واحد المعلقه زوينه خاصه بلي غاتو كانت عندي الصراحه وضرتها دونك غادي ندير غير هكا. كاين كاع اللي الا جاتو صعيبه يوزع كياخذ لا بوش وكيدير بها. فانا غادي ندير غير بايديا ونوزعو ان شاء الله. كتشوفوا دابا درت الطبقه الاولى ديال لا كريم فريش. الطبقه درتها بيني وبين يعني ما كثرتش وما درتهاش قليله عاوتاني. دابا غادي ناخذ بسكوي هذه حقه سقيتها قبيله ناخذ بسكوي غادي نسقيه بنفس الطريقه ونحطه عاوتاني بنفس الطريقه ونبقى على هذه الطريقه حتى نكمل هذه الطريقه حتى ندير هذا الشكل. يلا هانتوما معايا. ديوش على الدنيا انها عارفه ترونات. مهم دابا درت الطبقه الثانيه اوف ما بغاش خرج ليا معليش مخنوق درت الطبقه الثانيه ديال لا كريم فريش وما غاديش نزيد حتى طبقه صافي بركه حيت قوينا لا كريم. دابا ما عنديش لا بوش ماشي مشكل خديت غير ميكا جديده ودرت فيها شويه ديال لا كريم وغادي نبدا نزوق. انا نوريكم الطريقه كيفاش غادي نزوق. غادي ندير بحال هكا ونهز بهذه الطريقه حتى نكمل ان شاء الله. انا بقيت غير كندير بحال هكا انقيطات واخر حاجه خديت جوج خديت معلقه وفورشيت صغار ودرت هنا واحد المربع وحطيت وحده فوق وحده باش غادي ندير الكاكاو ان شاء الله من الفوق. درت انا نيسكوي ممكن ديروا الكاكاو المط ممكن ديروا الكاكاو اللي كيكون يعني حلو ما كيكونش مر. انا كنفضل ديروا حلو ديك شحال هذيك درتو مر جا زوين غير هو كتبقى داك المذاق شويه قاصح. نورمالمون خاصني ندير شنو سميتها غربال خاصني ندير غربال باش ندير الكاكاو ولكن قلب تاعي ما عنديش.
ماما ما عرفت فين حطات وفين حطيت اختي داك الغربه اختي الصالحه ماشي انا دابا شحال هادي ما شقيت ما عرفت فين كاين الغربال داكشي علاش غادي ندير غير هكا انا عيني ميزاني غنشوفو هاد خيلوطه كي غتخرج دونك نتوما ان شاء الله ملي تبغيو ديروا كاكا وضروري تستعملوا الغربال باش يعطيكم نتيجه افضل وبسم الله توكلوا على الله. صحبابي كان هذا هو الكاتو ديالنا. مهم انا راه هنا كنت باقا ما حطيتوش جمد غير بغيت نوريه لكم. فلي نصحكم انكم ما ديروش الغلط اللي درت هو انه درت اترو ديال لاكريم فريش يعني كثرت الكميه. انتم حاولوا ديروا تقريبا غير نص اترو يعني من الافضل باش هكا ما تجيكمش فيها لاكريم بزاف. انا مازال كنتعلم وكنحاول نعطيكم شي حاجه زوينه وصافي. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وكنذكركم ما ديروش الغلط اللي درت. فما تنساوش ابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وكنحماق عليكم. نتلاقاو فيديو جاي.